تطبيق الشريعة لازم يستمد من مذهب من المذاهب، أما من مذهب أو من رسالة من رسالات المسلمين. إذا كنت حب تبني مجتمع مسالم، شكون باش نتبع؟ كلهم مؤمنين، كلهم عندهم عقائد، كيف يمكن أن أبني مذهب قانوني على مذاهب دينية مختلفة؟ لا يمكن أن يتبين فيها الناس إلا إذا لقوا وجه ربهم. وإذا أخذت هذه الحنبلية أو إذا أخذت الحنيفية أو كذا، بتصير حرب أو المهدي المنتظر أو غيره أو غيره. لذلك كل ما هو عنده اتصال عندي أنا بالخالق الذي متيسر لي ببشريتي، أنا أعطاني مدارك معينة من نجمش نستوعبه هو حتى نقول طبقت ما أراد أن يقوله، إلا تدرجا بشوية بشوية بشوية، وتدرج لا ينتهي، لا ينتهي أبدا إلى أن أموت وقل لي عندك الحق ولا انتباهي ولا خير.